للعلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نواصل الحديث في جزئه الأول عن فقه الطهارة وأحكامها، صحبة ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا بكم شيخنا. تحدثتم في الحلقة الماضية عن قضية مندوبات الوضوء وسننه، ننتقل اليوم قبل أن ننتقل للحديث عن نواقض الوضوء، نمر على مكروهات الوضوء ونبدأ تعريف سريع للمكروه قبل أن نبدأ في سرد المكروهات التي كرهها الشرع في الوضوء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه فسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وبعد، فقد بقي لنا مكروهات الوضوء، وهي في الحقيقة الأشياء التي تخالف المندوبات. وأول هذه المكروهات هو الوضوء في مكان نجس أو من شأنه النجاسة. فإحنا ذكرنا في مسألة المندوبات أن يكون محل الطهارة طاهرا، المحل الذي يتوضأ فيه المسلم من المستحب إن أمكن أن يكون طاهرا، لئلا يصيبه شيء من النجاسة أو تتقزز نفسه من المحل. فعكسها المكروهات، المكروهات يعني الوضوء في محل نجس أو من شأنه النجاسة، حتى ولو لم يكن نجسا لكن من شأنه النجاسة، مثل كما ذكرنا في الماضي، مثل الحمام أو دورة المياه حتى التي لم تستعمل بعد، لأن النفس تتقزز من ذلك. فهذا الوضوء في تلك الأماكن التي من شأنها النجاسة هذا من المكروهات، نعم، وهي معروفة من قولنا في ضدها، وهي قضية المندوبات، أن المتوضي من المستحب له أن يكون مكان وضوئه طاهرا. هذه أول المكروهات، هو يعني قضية التوضؤ في المكان النجس أو من شأنه النجاسة، وذكرنا في قضية الحمام الذي بني لهذا الغرض. ويعني بعض العلماء تساهلوا في ذلك وقالوا إذا كان لم يستعمل بعد يعني لا كراهة فيه، لكن مشهور المذهب هو هذا، نعم، الكراهة حتى ولو لم يستعمل. والناس يتحدثون كذلك ويسألون عن مسألة الوضوء يعني فوق خزان للآبار السوداء، وخزان يعني مستعمل، هو نجاسة فيه داخله، لكنه بينه وبين النجاسة يعني سقف قد يكون غليظا. فبعض العلماء كره ذلك، وبعضهم قال أو قالوا لا شيء في ذلك. المكروه الثاني هو الإكثار من الماء، وهذا له وجهان. الإكثار من الماء في الإناء الذي أحضره المتوضئ
نعم، بدل أن يأتي بمد أو اثنين يأتي بأكثر من ذلك، هذا مكروه. نعم، وإحنا قلنا المكروه ما هو تعريفه في الشرع؟ هو ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله، يعني الأحسن يحصل ثواب أكثر لو تركه، لكن إن عمله إن فعله لا يحصل له عقاب. إذن المطلوب من المتوضي ألا يكثر من الماء، فإذا أكثر فقد عمل مكروها، يعني ضاع عليه جزء من الأجر. الإكثار الثاني أو الشق الثاني من الإكثار وهو وضع كثير من الماء على العضو الذي المراد توضئته، يعني يكثر من الماء حتى يصبح كأنه في نهر أو بحر. هذا هذه إكثار آخر يعني يدخل في المكروهات. إذن الإكثار من الماء له شقان، الإكثار في الإناء نفسه ووضع هذا الماء على العضو. نعم، هذه مسائل مكروهة، لأنه يدخل في ذلك الصرف، والصرف عندنا في الإسلام ممنوع، فيعني الصرف في كل شيء. الصرف أحيانا يكون مكروها، وإذا زاد عن المعتاد قد يكون حتى محرما. ولذلك المسلم دائما وسط، لا إقتار ولا تقتير، وسط في كل أمورهم. المكروه الآخر هو الزيادة على الثلاثة غسلات، على الثلاث غسلات إذا زاد عليها رابعة هذا مكروه. نعم، هو القضية احنا ذكرنا أن الفرض هو المرة الأولى، لكن هذه إذا أوعبت العضو، إذا تم غسل العضو بعناية. أما إذا كان بقي منه شيء أو مشكوك فيه تصبح حتى الثانية داخلة في الأركان. لكن إذا أوعب في غسلته الأولى، ما حكم الغسلة الثانية والثالثة؟ حكمها الكراهة. هذا إذن الثانية والثالثة هذه من المستحبات هنا، لكن إذا كان زاد عليهم بدون مبرر، يعني العضو قد انتهى من غسله بإحكام، لكن قال أنا خل نغسل الأربعة أو خمسة أحسن، فقد عمل مكروها، يعني نقص ثوابه. هذا بالنسبة للمغسولات. بالنسبة للممسوحات، المكروه هو الزيادة على الواحدة، يعني مسح شعر الرأس تكفي في واحدة. لا يقول المتوضي والله أحسن خلينا نمسح الرأس مرتين أو ثلاث أو أربع، لا، هذا مكروه، تكفي المسحة الأولى، إلا إذا كان تأكد من أنه لم يمر على شعر رأسه كاملا، بعد ذلك تعتبر تكملة للفريضة. هذه بالنسبة للزيادة على المرة الواحدة في الممسوحات كالزيادة على الثلاثة في المغسولات. هذا بالنسبة للممسوح. المكروه الآخر هو البدء بمؤخر الأعضاء، يعني غسل اليد مثلا، احنا قلنا من رؤوس الأصابع إلى المرفق هذا المطلوب. فإذا عكس، ابتدأ المتوضئ من المرفق إلى رؤوس الأصابع، يعني نكس، فهذا عمل مكروها، فاته ثواب كبير. نعم، لكن وضوءه صحيح، يستطيع أن يصلي به. صار المكروه من المكروهات البدء بالمؤخر، نعم، والنهاية بالمقدم، سواء كان
في اليد اليمنى أو اليسرى أو الرجل كذلك اليمنى واليسرى، وكذلك في مسح الرأس. احنا قلنا المطلوب أن يبتدئ الماسح من مقدم الرأس هكذا، ثم يأتي به إلى قفاه، فإذا عكس فقد ارتكب مكروها. المكروه الآخر هو الزيادة على محل الفرض، الزيادة على محل الفرض، يعني محل الفرض من الأصابع من هنا إلى المرفق. فإذا يعني قال المتوضي نغسل اليد إلى هنا أو إلى الأباط، نعم، أو الرجل إلى منتصف الساق فوق الكعبين بكثير، هذا زاد على المكان، زاد على المحل المطلوب، المطلوب غسله. هذا ما حكمه؟ حكمه الكراهة، نعم، لأن بقي لابد أن نبحث هنا شيئا اختلفت فيه المذاهب، وهو أن بعض الأئمة رضي الله عنهم رأى أن الزيادة في الغسل على محل الفرض مطلوبة، واختلف السلف الصالح إلى أي حد يعني يمكن أن يفعل المتوضي ذلك. منهم من قال فوق المرفق بقليل، ومنهم من رأى إلى منتصف العضد ما بين المرفق والكتف، ومنهم من رأى إلى الإبط. نعم، المالكية عندهم لا، فقط إلى المرفق، فإذا زاد على ذلك فقد ارتكب مكروها. وعلماء بقية الأئمة الذين رأوا الغسل أكثر من العضو قالوا، رجعوا في ذلك إلى أحاديث قضية الغرة والتحجيل. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعرف أمته يوم القيامة بمسألتين، الغر والتحجيل، يعني الزيادة على محل الفرض. الإمام مالك فهم من هذا الحديث قضية يعني الغر والتحجيل، رآه بأن هذا وصف للشخص الذي يتقن الوضوء، لا يترك لمعة ما ويأتي على العضو يعني بإحكام. هذه هي قضية الغر والتحذير التي اختلف فيها الناس. المسألة الأخرى هي قضية من المكروهات وتخليل اللحية، تخليل اللحية الكثيفة. احنا مر بينا في قضية غسل الوجه أن اللحية، اللحية نوعان، لحية كثيفة ولحية خفيفة. اللحية الخفيفة هي التي تظهر منها البشرة، والكثيفة ما غطيت فيها البشرة. فإذا كانت البشرة مغطاة لا يطلب تخليلها، فإن خللها والحالة هذه فقد أتى بمكروه. وأما إذا كانت البشرة تظهر، البشرة تظهر من تحت الشعر، فتخليلها في غسل الوجه ضروري، ولا يسمى غسل وجهه إلا بفعل ذلك. إذن المكروه هو تخليل اللحية التي لم يطلب الشارع تخليلها، نعم، اللحية الكثيفة. المسألة الأخيرة في المكروهات هي مسألة كشف العورة، يعني الأصل في المتوضي أن يكون مستور العورة. وإحنا تحدثنا حتى في آداب قضاء الحاجة ألا ترى عورته، يعني بل يسدل قميصه أو رداءه أو شيء من هالقبيل، أو يعني شجرة أو صخرة كبيرة إلى آخره حتى لا ترى عورته. فأقول من المكروهات كشف العورة، لكن إذا كشفها ولم يرها أحد فهذا مكروه، هذا أحد المكروهات. وأما إذا كشفها فرآها غيره فهذه من المحرمات،
إذن كشف العورة في الوضوء إذا لم يراه أحد، نعم، فهذا مكروه، وإذا رآه أحد سواء كان ذكرا أو أنثى، نعم، باستثناء الزوجة والأمة، فإن هذا يصل إلى درجة الحرام. هذه بالنسبة لآخر المكروهات. وبالمناسبة هذه حتى في قضية الغسل سيمر بنا أنه من المندوبات أن يستر المغتسل، أن يغطي المغتسل عورته ولو كان خاليا، أي ليس معه في الحمام أحد ولو. أما إذا كان معه من ينظر إلى عورته فلا شك أنها تصل إلى درجة الحرمة. أما إذا لم يره أحد بل اغتسل خاليا ولم يستر عورته فقد ارتكب مكروها. هذه بالنسبة لمكروهات الوضوء. نعم نعم. شيء سنتحدث عن القضية إن شاء الله أكثر في قضية الغسل فيما ذكرتكم. يعني كثير من الناس لا يتصوروا ذلك، قضية عدم كشف العورة أثناء الغسل وكيف يكون ذلك، لكن أنا منعني يعني من النقاش كثير من قضية الاتصالات، لكن هناك بعض الأسئلة في قضية المكروهات قبل أن ننتقل إلى أسئلة المشاهدين أو ننتقل لقضية نواقض الوضوء. أبدأ بقضية ذكرتم أنتم أن بعض الناس أو بعض العلماء اختلفوا في قضية الآبار السوداء وما يكون فيها من فرق إذا كان يعني يصلي فوقها أو يتوضأ فوق هذه الآبار. المقصود بالآبار السوداء شيخنا، وهل هي تعتبر نجسة؟ هل تقصدون في قضية الحقول النفطية وغيرها؟ مع أني لم أسمع السؤال جيدا، لكن الآبار السوداء معروفة، يعني هي الخزازين التي تأتيها النجاسات وما اختلط بالنجاسات، فهذه هي الآبار السوداء التي كره بعض علمائنا الوضوء والصلاة كذلك فوقها، هذا إذا كان فيها غطاء محكم، لكن مجرد تقزز النفس من هذا المكان أوصل إلى الكراهة. نعم نعم. طيب شيخ، ذكرتم قضية الكلام في الوضوء، هل يكره الكلام فيه؟ وهل يستثنى من ذلك الذكر؟ وهل يحاكي الذي يتوضأ المؤذن إذا سمع الأذان أم يكره له ذلك؟ هذه مسألة خلافية كذلك، عندنا في قضية حكاية الأذان وعندنا مسألة رد السلام إذا سلم أحد على هذا المتوضئ، هل يرد عليه أم يؤخر الرد إلى أن ينتهي من الوضوء؟ ومشهور المذهب أنه يرد عليه، ولا يعتبر الرد رد السلام كما لا تعتبر حكاية الأذان من الكلام الذي كرهه العلماء أثناء الوضوء. نعم. ومطلق الذكر في الوضوء هل يستحب أم يكره؟ لا، الذكر في الوضوء تحدثنا عنه في الحلقة الماضية وقلنا إنه مطلوب من المستحبات، لكن متى يكون ذلك؟ يعني عند الانتهاء من الوضوء، عند الانتهاء من الوضوء قلنا، ولا صحة لقضية أن كل عضو له دعاء معين. نعم. في تفاصيل الاستياك وما ذكرتم من أنه مندوب عند المضمضة، يذكر بعض العلماء أنه الاستياك في المسجد، هل هو مكروه؟ وكيف يوجه حديث لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؟ المقصود كما ذكرنا، المقصود عند كل صلاة أي عندما يريد المكلف أن يصلي، وأكثر العلماء قالوا هذا معناه عند ابتدائه الوضوء، لأن الوضوء هو استعداد للصلاة، فكأنه يعني استاك يعني للصلاة نفسها.
وبعض العلماء كرهوا قضية السواك أثناء وقوفه، خصوصا في صلاة الجماعة، وقوفه في الصف يستاك فقد يتقزز منه الناس، وقد نص بعض العلماء على ذلك. نعم، في قضية المستحبات شيخنا ذكرتم أن في قضية المكروهات ذكرتم أن المكروه في الممسوح وهو الرأس أن يمسح أكثر من المسح الذي ذكرتموه في المندوب، أن يقبل بهما ويدبر. بعض العلماء يذكرون لمن طال شعره، هل هو له نفس الحكم أم يستثنى من حكم الكراهة بالمسح أكثر من مرة ذهابا وإيابا؟ ألا أما علماء المالكية فقد نصوا على أنه يتتبع شعره بالمسح مهما طال، وسواء كان ذكرا أو أنثى، نعم يتتبعه. أما إذا يعني تكرار المسح فهو مكروه، إلا إذا كان يعني إذا كان تيقن أو غلب على ظنه أن أجزاء من الشعر لم يمر عليها بالمسح، فهذه ضروري، نعم، ولو كانت في الثانية ولا الثالثة، نعم. وهذا يشمل حتى إذا يعني نفد الماء من يديه، الماء اللي هو أخذه لينقله إلى رأسه ويمسح به رأسه، إذا نفد في بداية المسح هل يستمر في المسح ولا ينبغي له أن يجدد الماء لبقية المسح؟ لا، هذه المسألة تكلم عنها العلماء وقالوا إذا حدث شيء يمنع من الموالاة، شيء يعمل فاصلا بين أعضاء الوضوء سواء مغسولها أو ممسوحها، هذا لا بأس أن يفعل ذلك حتى ولو أخذ مدة فاصلة، والأصل فيه أن يأتي بالماء أو من الماء ما يكفيه في أعضاء وضوئه فرضا واستحبابا، لكن إن أتى بالماء ثم انتهى الماء دون أن يكمل بقية الأعضاء فلا حرج عليه في الإتيان بالماء ولو أخذ الأمر وقتا ما من الزمن فيكمل بقية وضوئه. وهذه مسألة تنبهنا على مسألة أخرى لها صلة بها، وهي مسألة إذا نسي غفل عن بعض الأعضاء وغسل التي بعدها والتي قبلها ثم انتبه بعد ذلك، وإحنا ربما تحدثنا عن ذلك، قلنا إذا كانت المسألة قريبة فيغسل هذا العضو ويكمل الذي بعده حتى ينتهي من أعضاء الوضوء ولو كان قد غسلها من قبله. أما إذا جفت الأعضاء وأتى بالماء بعد ذلك أو انتبه بعد ذلك فلا حرج عليه أن يغسل أو يمسح هذا العضو الذي تركه ولا يعيد ما بعده، وذلك يكفيه، إلا أنه إن صلى بهذا الوضوء قبل ذلك فيعيد الصلاة إذا كان العضو المنسي من فرائض الوضوء، أما إذا كان من السنن أو المستحبات فلا يعيد الصلاة. طيب شيخ، قبل أن ننتقل إلى الفاصل أريد أن أسأل عن قضية الوضوء، هل من مستحبات الوضوء أن يكون في البيت حتى يعني إذا تلاه توجه إلى المسجد؟ البعض يقول ذلك مستدلا بما ورد في الصحيح من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى المسجد، فكأنه يهم بوقوع أو يدل على وقوع الوضوء في البيت، فهل هذا يعتبر من مستحبات الوضوء؟ الوضوء في نعم، ولكنهم لم يخصصوا له ذكرا، لكن نعم مقتضى الحديث فإن الوضوء وإتقانه في البيت، نعم هذه تدخل معنا في المستحبات إن لم تكن في السنن، فعلى من يريد الحفاظ على الثواب العظيم أن يكمل وضوءه في بيته
حتى إذا خرج وقد أكمل الوضوء فإن الخطوات التي يذهبها إلى المسجد هذه يعني كل خطوة لها أجرها، حتى إذا وصل إلى المسجد وصلى مع الجماعة كانت له أو كانت له أجر نافلة. نعم، فالمستحسن أن يتوضأ الإنسان في بيته، لكن ليس كل الناس يتوفر لهم ذلك. يعني أحيانا يكون الإنسان في حالة سفر فيمر على المسجد ويدخل، فلا بأس أن يتوضأ هناك. نعم. يعني هو الوضوء واجب للصلاة، والأفضل إذا بمقتضى الحديث لمن كان في ظروف طبيعية وموجود في بيته أن يتوضأ في البيت قبل أن يتوجه إلى المسجد، وإلا فالوضوء جائز في أي مكان. صحيح، الوضوء جائز في كل مكان. صحيح. نعم. طيب شيخنا، سأذنك نذهب فاصل ومن ثم نواصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. عارفين كويس ان قاعدة الحوش طويلة ومملة، لكن عشان سلامتنا لازم نتحمله. طبعا الروتين اليومي، كل يوم الصبح نغسل وجهي ونغسل ايدي، مش مهم النوع، المهم نغسل كويس. تخيلوا لقيت فيه فوائد في قاعدة الحوش، وممكن تقرا كتاب. بطل يا جونسينا انت وياه، مش هكي؟ ما في كمش حد عنده موهبة بريئة يرسم مثلا؟ كورونا حتى انت باهبة. تخيلوا لقيت روحي شاطر في ألعاب الأونلاين ومستمتع بفيديوهات اليوتيوب، حتى الناس اللي كنت متعارك معاها تواصلت معاهم. وفي البلايستيشن ما نحكي الكامش علي روحي، وذكرتهم حتى بألعاب زمان. طبعا عندي هذا صامت بكل وسكين. هذه حياتي باختصار، ممكن ما تكونش مثيرة واجد، لكن مطمن في بيتي ومحافظ علي عائلتي. سلامتك، خليك في الحوش. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. شيخنا، لعلنا نكتفي بهذا القدر في قضية المكروهات وما ذكرنا، ونؤجل الحديث إن شاء الله عن نواقض الوضوء إلى الحلقة، أو على نواقض الوضوء إلى الحلقة القادمة، ونأخذ بعض الأسئلة لأنها تكاثرت علينا. أبدأ بسؤال الأخ صلاح عبد الوهاب من طرابلس، سأل سؤال وأظن جاوبتم عليه، لكن هو قال لم يسمع الإجابة. يقول أحد الأشخاص عرض عليه شخص شراكة في مشروع وليس لديه رأس المال، فقال لي أستلف أو أسلفك هذا المبلغ شرط أن تدخلني في المشروع بنسبة معينة، مثل أن يسلفك 5 شرط دخولي 10، فهل هذه المعاملة بهذه الصورة جائزة أم لا؟ لم أسمع السؤال جيدا. هو قال أن يشارك في مشروع وليس لديه رأس مال، فيريد أن يقترض من شخص شرط أن يدخل معه هذا الشخص المقرض في المشروع بنسبة معينة، مثل أن يسلفه 5 شرط أن يدخل 10، يعني إذا سلفه مبلغ سيدخل هو في مثل هذا المشروع بالضعف، وجعله شرطا ليسلفه هذا المبلغ. هذه مسألة واضحة، الربا فيها واضح لا لبس فيه، هذا لا يصلح. الأصل في المسألة أن القرض دائما لا بد أن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. القرض فيه ثواب كبير جدا، يعني سبحان الله، يعني بعض العلماء قالوا يعني ثواب القرض أكثر من ثواب الهبة، لأن الهبة فيها نوع من المن، وبالنسبة للإقراض لا من فيه، لأن صاحبه سيرجع المبلغ له. فإذن قضية شرط عليه أن يزيد
في مسألة القرض يزيد في المبلغ فهذا عين الربا. نعم، هذا باتفاق المسلمين. نعم نعم. أحد الإخوة يسأل عن جواز إخراج الزكاة الأموال قبل حلول الحول بشهرين أو أكثر، وذلك لحاجة الناس إلى الزكاة في شهر رمضان. هذا جائز، نعم هذا جائز، خصوصا في الظروف الصعبة، يعني تقريبا أكثر العلماء على أن هذا، بل إن بعضهم أجاز دفعها حتى قبل الموعد بعام أو عامين، وقد ذكرنا ذلك في حلقات ماضية. وقضية أما الشهرين والشهر فهذه مسألة لا لبس فيها، لا حرج فيها. نعم نعم. الأخ عبد الحميد من جداب يقول: هل أذكار الصباح والمساء والتي فيها بعض الآيات كبداية البقرة وآية الكرسي تغني عن الورد القرآني الذي يقرأه الإنسان أو الذي يضعه الإنسان لنفسه كل يوم؟ أذكار المساء والصباح يعني هذه وحدها لها خصوصيتها ولها ألفاظها، وأما قضية الورد الذي يجعله الإنسان لنفسه يوميا من القرآن سواء كان كثيرا أو قليلا هذه مسألة أخرى، وبالتالي الأذكار لا تغني الإنسان عن ورده إن كان له ورد. نعم. أحد الإخوة يسأل يقول: عند دين 3 أيام من شهر رمضان الماضي، هل يمكن دفع مبلغ مالي بنية قضاء دين الصيام أو إطعام مساكين؟ وسبب عدم صيام هذه الأيام عدم القدرة بسبب مشاكل في المعدة، كيف أقضي ديني؟ بارك الله فيكم. إذا كان لا يستطيع أن يقضي ما فاته من أيام هذا يعني لا حرج عليه، هذا إذن لن يصوم حتى رمضان القادم. فإذا كانوا يعني الأمراض التي معه إذا كان مستمر معه هذا العذر، يعني لا يعني مرض مزمن. أيوة نعم نعم. أما إذا كان يعني شوفي ويستطيع أن يصوم في حتى رمضان القادم فيجب أن يقضي هذه الأيام التي فاتته في الماضي، ولا شيء عليه. على القاعدة العامة، متى يجب دفع الكفارة الصغرى؟ إذا بقي من شعبان، يعني ما زال ما وصل رمضان بعدد الأيام التي عليه ولم يصمها في هذه المدة وهو قادر على ذلك، هذا الذي تجب عليه الكفارة الصغرى. أما إذا استمر عذره حتى خلص على رمضان فلا شيء عليه أبدا. نعم. إحدى الأخوات تقول هي أستاذة جامعية فتسأل عن حكم تدريس الشباب في الجامعة علما بأنها منقبة، وسؤالها الآخر عن حكم التحدث مع مدير القسم بالجامعة لفترة قصيرة وعن مواضيع دراسية وهي كما ذكرت منقبة. والله مسألة التحدث مع بين الشباب والشابات يعني لا أحبذه إلا عند الضرورة القصوى، إذا كان المسألة هي في الجامعة ويعني فيها مسائل متى طرحت للنقاش وهي كما ذكرت منتقبة يعني لا 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 حرج عليها. أما إذا كان لا ضرورة لذلك وإنما من قبيل يعني الحديث العادي وهذا لا أحبذه أبدا لأنه لا يجر إلى خير. نعم. إحدى الأخوات تسأل أيضا عن تقول تريد أن تسأل الشيخ: هل أهل زوجي من الأرحام التي يجب أن أصلها أو لا، مع العلم بأنهم يؤذونني بكلام؟ يعني تسأل عن صلة أهل زوجها حكمها، هل هي من الأرحام أم لا؟ أم زوجها، أهل زوجها. نعم أم زوجها، نعم هذه من الأرحام. نعم أم الزوج شيخ، مش أم الزوج، هي تسأل عن أهل الزوج عموما، تقول
هي تسأل، لعلكم لم تسمعوا السؤال جيد شيخ، هي تسأل عن أهل زوجها عموما، تقول هل صلتهم تعتبر من صلة الأرحام أم لا، مع العلم أنهم يؤذونها بكلام، تسأل عن حكمها وهل تعتبر من الأرحام أم لا أهل زوجها. والله لم أسمعك جيدا. أم زوجها، أهل الزوج عموما، ها أهل الزوج، نعم أهل الزوج، نعم من الأرحام، كيف ذلك؟ واضح المسألة. وكذلك أهل الزوجة، نعم. وفي حال ما ذكرت السائلة هي قضية الإذاء وأنهم يؤذونها بالكلام، كيف تتواصل معهم؟ يعني المحرم في ذلك عدم هجرتهم وعدم السؤال عنهم، وإلا يمكن أن تهجرهم بسبب ما يصدر منهم من أذى كما قالت، ومدة الهجر المسموح به أصلا. مسألة كيف تواصلهم هذه قضية تحدث عنها العلماء، وهي بالسؤال عنهم، هذه تعتبر مواصلة، وتفقد أحوالهم وإغاثة الملهوف منهم، هذه المواصلة، مش عبارة عن الذهاب إلى المنزل فقط. وإذا كانت هناك أشياء ممنوعة أو معاصي ستعمل في حضورها، فهذه يجب أن لا تذهب بطبيعة الحال، نعم. يعني محل الهجر فقط في إذا كان تحدث معاصي لا تريد أن تحضرها، غير ذلك لا ينبغي لها، نعم، أن تهجر أهل زوجها، أن تذهب. أيوة نعم. الأخ معاذ من طرابلس يطلب منكم الدعاء أن يغيث الله البلاد من هذا المرض المنتشر هذه الأيام. والله هذه احنا لا نألو دعاء، لأن يعني الدعاء أولا مطلوب وفيه ثواب، وهذه النازلة فعلا يعني هي تقرب الناس جميعا من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الدعاء مطلوب من الجميع، راه ليس من يعني من أشخاص معينين، فقد تكون الإجابة الإلهية منوطة بسؤال أحد الناس العاديين الذين لا يوبه لهم، يعني الناس كلها على يعني أصنافهم المختلفة مطلوب منهم الدعاء بأن يرفع الله سبحانه وتعالى عنا هذا المقتى وهذا الغضب، والله أعلم. نعم. إحدى الأخوات أم عري تسأل عن حكم الكحل في الصيام وحكم البخور والعطور في نهار رمضان. الكحل وماذا؟ البخور والعطور في نهار رمضان، استعمال البخور والعطور في نهار رمضان. نعم، بالنسبة للعطور يعني لا تؤثر على الصيام، لا بأس بها. وبالنسبة للكحل يعني لعلمائنا المالكية عندهم رأي في الموضوع، إذا كان استعمل في النهار ووجد ذوقه وطعمه في نفس اليوم فإن هذا يقتضي أن عليه القضاء، أما إذا استعمل في الليل سواء يعني وجد طعمه في النهار من الغد أو في نفس الليلة فلا شيء عليه. إذن الذي يوجب القضاء عندهم هو أن يعمل نهارا ويوجد طعمه نهارا في نفس النهار الذي استعمله، أما غير ذلك فلا. نعم. الأخت أم جهاد من طرابلس تقول مريضة منذ 12 شهر وعندها أيام من رمضان وعندها آلام في أذنها وأحيانا آلام في الصدر، فما حكم صيامها؟ هل تصوم أم لا؟ قضية هل تصوم أو لا هذه لا يعرفها أحد إلا صاحبها، فهي يعني من باب النصح هي تجرب، فإن استطاعت أن تصوم فذاك، وإلا فإن إمكانها أن تفطر، نعم
فهذه القضية بالتجربة أو برأي الأطباء. نعم نعم. الأخ نبيل من صرمان يقول لم يسمع الإجابة في المرة الماضية، وهو سأل عن الصلاة بالجورب للمرأة، هل هو واجب وهل فيه اختلاف بين العلماء أم لا؟ نعم فيه اختلاف. نعم يعني كثير من العلماء عندهم الجورب هو الستر الكامل المطلوب من المرأة في الصلاة، يعني الحيطة تقتضي أن تصلي بالجورب، فإن صلت بلا جورب فإن كثير من العلماء عندهم صلاتها صحيحة، والله أعلم. نعم. أحد الإخوة يقول عند سؤال عن الزكاة، يقول تحصل على مال عام سنة 2013 ودخل في مشروع مع أصدقائه، اشترى قطعة أرض وبنوها واستغرق البناء حتى نهاية عام 2015، ثم عرض للبيع وبيع العقار سنة 2017 بشيك مصدق، قيمة البيع مرصودة لبناء منزلي، فإني لا أملك منزل وأسكن بالإيجار. السؤال هل تجب الزكاة على هذا المال علما بأنه لا يزيد وهو مرصود لبناء منزلي في المستقبل؟ هو المبلغ هذا قبل البناء هذا لا شيء فيه، لأن هذا للقنية، ثم بعد ذلك لما بني المنزل أو المنازل لا أعرف وبيع معناها أصبح التجارة، فهذا المبلغ الذي حصل له من التجارة عليه زكاة. الزكاة هذه كان إذا كان معروض، هذا المباني هذه معروضة طول السنة للبيع فيزكيها يعني على عدد السنين، أما إذا كان فجأة، ما إذا كان الأمر فجأة خطر لهم أن يبيعوا هذا المنزل فإنه لا يزكيه إلا لسنة واحدة. نعم هذا الذي أعرفه. نعم لكن شيخ هنا فيه جانب آخر من السؤال، وهو أن البيع تم سنة 2017 بالشيك المصدق والقيمة ما زالت مرصودة إلى اليوم، يعني كم سنة تجب فيها الزكاة مع اجتماع البيع اللي هو غرض التجارة واجتماع أيضا بقاء المال سنوات متعددة، رغم أنه هو يقول أنه هو مرصود لبناء منزل لي ولأسرتي لأنه يسكن بالإيجار؟ ما هذا الزكاة ضرورية، ما لا ينفعنا قضية أن هذا المبلغ سيجعله الإنسان في قضية زواج أو بناء أو غير ذلك، هذا كله لا يخرجه عن دفع الزكاة. وكما ذكرت لكم إذا كان المسألة بيع دفعة واحدة، سواء كان يعني صرف هذا المال أو أنفقه أو ما زال إلى الآن موجودا في المصارف، فإن عليه أن يزكيه لسنة واحدة. نعم. لا لكن وجود بعد هذه السنة في المصرف، هل يزكي عليه أم لا يزكى عليه السنوات الباقية اللي هي موجودة في مدخر، يعني هذا المال لو زكى مثلا الدفعة نعم الأولى نعم التي باعها بعدين يبقى عليه سنوات؟ نعم نعم يجب أن يدفع الزكاة عن كل حول تم والمبلغ موجود. نعم. سؤال الأخير، هل يجوز تأجيل زكاة المال في حالة وجوبها لأنني لا أملك مالا نقدا ما عدا الموجود في المصرف؟ ولا يطلعها شيك مصدق؟ بالنسبة إذا أخرجها بشيك مصدق أو بشيك عادي في حالة ما يمكنه أن يخرج المال نقدا هذا لا شيء فيه. تمام. وإذا كان يعني تأخيرها لشيء آخر، عندنا يمكن تأخير دفع الزكاة في حالتين: الحالة الأولى أن لا يكون لديه نهاض من الأموال، يعني ما عندهش فلوس حاضرة، هذا ينتظر حتى تأتيه النقود. الثانية أن لا يجد من يدفع له هذه الزكاة من مصارف الزكاة المعروفة في الشرع، إذا لم يجد والحالة هذه
هؤلاء الذين يجب أن تدفع لهم الزكاة، فإنه ينتظر حتى يتوفر من يمكن إعطاؤه الزكاة. والله أعلم. نعم. الأخ معتز من مصرات يقول عند والده مريض، مرض يومين في رمضان الماضي وأفطرهما واستمر معه المرض إلى أن توفي، فما حكم هذه الأيام التي أفطرها ثم يعني اتصلت بوفاته؟ ولا شيء عليه، وإنما يعني العلماء علماء المالكية يقولون يستحب دفع يعني دفع فدية صغرى التي هي مد من غالب قوت البلد عن كل يوم، فهذا طبعا لا يمكنه القضاء، وبالتالي يعني يدفع عنه قيمة، هذا استحبابا وليس وجوبا، يدفع عنه تلك الأيام في كل يوم مد، أو إذا أراد أن يدفع بالقيمة فليدفع نصف فترة، ينتظر نعم أن الفترة سيعلن عنها ثم يدفع نصف فترة عن كل يوم، ولا حرج عليه حتى لو لم يدفع. نعم. الأخ علي من الزاوية يقول سنة 2001 أحدهم أعطاني مالا وقال لي أودعه أن أودعه لحساب لدعم الشعب الفلسطيني، وكنت صغيرا وأخذت المال، والآن أريد أن أصفي وضعي وأتوب إلى الله والحساب أغلق، فما العمل؟ والله أنا شخصيا لا أعرف ما العمل، يعني الـ 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 المال هذا ما زال في ذمته، فليبحث عن طريقة يتأكد منها أنها ستصل إلى المكان الذي أراد صاحب المال إيصاله إليه. وأما هو لا يمكنه بتاتا أن ينفق على نفسه من هذا المال، وليستغفر الله سبحانه وتعالى عن هذه المدة التي ضيعها عن أصحابها. نعم. هل لابد أن تكون في نفس المصرف الذي طلب منه هذا الرجل المتصدق أن يعطيها فيه، ولا ممكن ينفقها في وجه آخر من وجوه الإنفاق المطلوبة؟ لا، هو إذا تعذر بكل الطرق لإعطاء أو إيصال هذا المبلغ إلى الجهة التي طلب منه أن يوصلها إليها، إذا تعذر ذلك فليختر طريقة من طرق الإنفاق في سبيل الله. أما إذا وجد بأي طريقة هذا المصرف، يعني هذا المصرف الذي يدفع إليه، يعني مش مصرف البنك، المكان الذي سيدفع إليه المال، فلا بد أن يتحرى حتى يصل المبلغ إلى أصحابه المطلوب إيصاله إليهم. نعم. نختم شيخ بهذا السؤال، هو مشابه للسؤال السابق، يقول واحد أخذ غنيمة أيام الثورة بحجة الغنيمة وسيارة وباعها، فماذا يفعل الآن؟ يريد يعني أن يتوب إلى الله ويرد ثمنها أو يردها، فكيف يصنع؟ هو السيارة هذه يعني هل هي لمواطن أو للحكومة؟ فإذا كانت لمواطن مش واضح. وهو معروف. طيب مش واضح من السؤال شيخ. تمام. لا، إذا كانت لمواطن فليرد السيارة إليه هي أو قيمتها إن يعني هلكت وفسدت، ويبحث عن ورثة هذا الرجل. وأما إذا كانت للحكومة فليتصدق بقيمتها على الأماكن العامة، وينفقها في المستشفى أو مستوصف أو طريق أو كذا، ترجع على المسلمين كافة. والله أعلم. نعم شيخ، انتهى وقت الحلقة، بارك الله فيكم ونفع بكم، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلتقي في حلقة الغد إن شاء الله، حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى.
وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى.